25 نوفمبر 2019. الله معاشات 19 وانت 19 سماجل. الله معاشات معاشات عندك انت. زينة شلونك؟ في مطرة يقولون اليوم ان شاء الله. صدق والله على الساعة كم؟ غيم برا. والله اي لاحظت بس ما كنت ادري، يعني انا ما تابع صراحة الوذر اول باول. انت من وين عرفتنا اليوم في مطر؟ عندنا مهندس رضا احمد سيف متنبأ قال انه صدق والله هو اللي يقول لك فمعناته في مطر. كتمه يعني على الكتمه. زين ما عليه هو اذا طق مطر، معناته يعني الحمد لله خير وبركه. الحمد لله خير وبركه. مشاهدينا فريق الاعداد جهز لنا مواضيع متنوعه لصباح الاثنين. في فقرتنا الاولى راح نتعرف على حمله عين وعون اللي اطلقها طلبه الاعلام والعلاقات العامه بجامعه البحرين، وبتنضم لنا اكيد اليوم الاثنين الزميله جمان الذوال في فقره الديكور. راح نتكلم اكثر حول تاثير غرفة المعيشة في المنزل. راح نتكلم أكيد مع الأستاذة ندى المشقاب عن كيف يصنع الإنسان طموحه، بالإضافة إلى فقرة المطبخ مع الشيف مهدي طاهري. قبل أن ننتقل للمطبخ خلينا نشوف ومضاتنا اليوم شو تقول. حلوة ومضاتنا اليوم تقول: يبقى الماء ماء سواء قدمته في أكواب من الذهب أو أكواب من الفخار، كن أنت كالماء الذي لا يتأثر بالمظاهر. وايد حلوة اي وايد حلوه الحكمه، بس يعني لا في ناس لا يعني يتاثرون بالكوب اللي ينصبون فيه. لا والله جد في ناس تتاثر، يعني تتاثر بالجو اللي الغير يعطيهم اياه، يتاثرون ب حصل ترقيه يتاثر، حصل شهره يتاثر. نفس الايجابيه. نفس الموضوع الايجابيه اكزاكتلي بالضبط. والله المطبخ يلا دربك خضش تفضل. شف مهدي اليوم دش المطبخ بري لك اليمين. ربيان ها؟ ربيان ربيان اليوم. شو اسم طبقنا شف اليوم؟ جامباس الاخيو. شنو شنو مرة ثانية؟ مرة ثانية؟ طبق اسباني جامباس الاخيو اللي بالانجليزي يصير جارليك شريمب. ربيان بالثوم. كل ذي طلع بس جارليك شريمب. شفت شلون؟ شنو مقاديرنا شف غير ربيان؟ مقاديرنا اليوم طبعا في مقادير اساسيه وفي مقادير حق حركات شوي بعدين نضيفها. الشيء الرئيسي طبعا هو الربيان. وطبعا الحين عندنا الموسم فالربيان شوي صاير جامبو على ستايل حلو يعني. زيت الزيتون، تشيلي فليك اللي هو فلفل الاحمر المجفف، بقدونس، وطبعا الشيء الاساسي اللي الكل يحبه في هاي الطبق اللي هو الثوم. بالاضافه الى الاشياء اللي قلت لك عنها اللي راح نضيفها بعدين، عندك الزبده، عندك الكريمه، وعندك طبعا صوص اللي هو الايطاليان اللي راح نخليه على السلطه حق حزه التقديم. حلو. شنو اول خطوه بنسويها؟ اول شيء طبعا انا بسوي الربيان على طريقتين. الربيان العادي راح يكون شكله بهذه الطريقه. أوكي. ما راح نغير فيه ولا شيء، مجرد ان راح نحط عليه البهارات بعدين وراح نحطه على هاي. اللي ابغي اسويه هو الربيان اللي الناس يمكن ما تتوقع انه يستوي بهاي الطريقه، يمكن اكثريه الناس ياكلون تمبورا. صح. ويسالون ليش التمبورا طويل؟ انا حق على طالع ذي قاعد افكر الحين ذي نفس ذي صار اللون. اي شوف الحين هذه الربيانه صايره مقوسه. صح. زين فانا اول شيء ابى اسويه طبعا امس انا جبت لكم التشوبستيك العود، فالحين راح نستغني من هذا وناخذ الصغيره مالتها. اوكي. زين هذه راح نقصها بهذه الطريقه. شوف وانا قاعد احرك قاعده تنزل، تلاحظها صارت الحين سيده. زين بعدين اسويها كروس بشكل ثاني. اوكي الحين الربيانه صارت سيده بس لحد الحين حجمها صغير، فشنو باستخدام اليدين الاصبعين راح نضغط. تسمع الصوت؟ اوكي تسمع؟ لا لا. هني على قولتهم تكسر العمود الفقري، مع انه ما فيها عمود فقري بس تكسر العمود الفقري مالها وراح تصير الربيانه شحالاتها سيده. اوكي. زين طبعا هذه هو الربيان اللي يستخدمونه في التمبورا. انا اليوم راح اسوي من هذه الجارليك شريمب اللي احنا بنسويه. فالحين اول شيء راح نسويه طبعا انا لازم ابدل يدي اذا بخرب. اوكي شفت امس واحنا كنا نسولف كنت تتكلم عن موضوع الترايكس في البحرين. اي نعم. انت تسوي ترايك او تجيب انا يعني انا
اخذ شو اسمه الافكار من الشباب وطبعا نطبق لهم تصميم حق التراك اوكي وناخذ لهم من الفتره الانشائيه نسوي لهم التراك في خلال شهرين يستلمون التراك مالهم شهرين. جاهز اي لان ياخذ فتره على قولتهم التركيب وما ادري شنو هذه وطبعا يستلمونها في خلال شهرين التراك مالهم جاهز ممتاز. كل اللي عليه على قولتهم ياخذ المفتاح يفتح الباب ويطلع بس يطلع انزين طبعا اول شيء احنا راح نسويه ما راح نخلي شيء يعني ثقيل راح ناخذ شويه من الزيت راح ننزله على الربيان والباقي راح نحطه في الجدر في المقلاة اوكي اوكي هذه طبعا اول ما ناخذها راح نحرك الربيان بهذه الطريقه اوكي وعلى اساس احنا ما ادري وين خلوه شنو ايوه اوكي على اساس احنا ما شو اسمه ما نضيع وقت وايد راح ناخذ شويه من الفلفل والملح ونفس الشيء راح نسويه في هذا الربيان أوكي. اوكي طبعا المقادير الباقيه واحنا قاعدين نسخن المقلاه هذه ونضيف عليها الربيان راح تنضاف واحده ورا الثانيه اوكي ففي هالحاله احنا نكون الحين جاهزين ان احنا نحط كل شيء موجود هنا في المقلاه وبعدين طبعا راح اراويكم شلون راح يصير شكله وهو ينطبخ اخر شيء نسوي له التقديم شكرا لك شيف اكيد بنرجع لك خلال الحلقه شلونك يا الربيان صراحة أحب السيفود وأحب الربيان ما أعرف الكلمة بالضبط بس الأخوان المصريين يسمون الربيان اللي هو الجمبري جمبري فالربيان شو اسمه بالإسبانية شيف جامبو سمعت جامبو نفس الطريقة إيه فلا أنا أحب الربيان يعني بناكل اليوم إيه لا إن شاء الله أكيد أكيد مشاهدينا جامعة البحرين بيئة غنية بالطاقات الخلاقة والمشاريع اللي يقدمونها الطلبة خلال فصول دراسية هاي يعني أكبر دليل على الكلام اللي أنا قاعدة أقوله أبرزها الحملة الاجتماعية التسويقية عين وعون اللي أطلقها طلبة الإعلام والعلاقات العامة بجامعة البحرين اليوم معانا نوف الحضرمي ومريم مطر أعضاء حملة عين وعون راح نتكلم أكثر معاهم عن هذا المشروع صباح الخير وحياكم الله ويانا شلونكم؟ ان شاء الله اخباركم طيبين ان شاء الله حيا الله من يانا صباح الخير صباح النور مريم صباح الخير نوف حياكم الله الله من يانا نوف وابتدي وياك اول شيء نبي نعرف المشاهدين على هذه الحمله وشلون جات على بالكم قبل ندش في التفاصيل بدايه صباحكم الله بالخير حبيت اشكر برنامج شمس البحرين على الاستضافه بدايه شلون خطرت الفكره يعني كان الموقف كان طريف مريم كانت ويا خالاتها كانوا في باب البحرين فكانوا يعني واقفين يم إشارة المشاة فخالة مريم قالت لها ان انا لما رحت في دولة من الدول راحتها في يم إشارة المشاة في خطوط على الأرض للمكفوفين نقدر نسميها اللاند مارك او الوصول الشامل هي تساعد المكفوفين ان هم يسلكون المسار الصح يعني فمريم دايركت ربطت الموضوع وقالت ان يعني خلينا ناخذ هاي الحمله ونركز على المكفوفين بالذات في كلياتنا لان كلياتنا كليه الاداب هي تستهدف النسبه الاكبر أوكي. من المكفوفين تقريبا في 20 مكفوف هو التوتال 30 حلو اي يمكن نوف عطيتينا انت نبذه بسيطه عن الفكره ومن وين جت هذه الفكره بس انا احب انتقل لك مريم بما ان انت صاحبه الاقتراح كلمينا عن هذا المشروع بشكل تفصيلي اكثر ليش سميتوها بهذا الاسم عين وعون صح وانا قاعده اشوف من اللي البروش اللي انتم لابسينه عين فانا توقعت انها هي من المعاونه بعد في نفس الوقت وحاسه النظر فاعطيني تفاصيل اكثر احنا دمجنا هاي الشيئين خلال مثل ما قلتي هي متكونه من عين وعون فعين احنا نقصد فيها انفسنا اللي احنا فريق عين وعون في البدايه وطلبه المبصرين بجامعه البحرين زين عشان هم يكونون عين للمكفوفين فهم يكونون من الجزء الثاني من الكلمه اللي هو عون حق الطلبه المكفوفين ان هم يساعدونهم وايد حلو ما شاء الله يعني حتى الشعار حلو صراحه حتى شعار الحمله حلو انا ترى ما توقعت انها يعني عين اي بالضبط فانا قلت بعرف منها يعني هو اللوجو نفسه شكل عين وموجود في كلمه الحروف مال العين بعد موجوده يعني لو تركزين موجودين الحروف الحين ركزنا لا شاطرين البنات نوف من تستهدفون من خلال هذه الحمله بس ال20 30 طالب المكفوفين احنا نستهدف
نستهدف فئتين. الفئة الأولى اللي هي الطلبة المكفوفين في الجامعة اللي قلت لكم 30 أوكي. والفئة الثانية هي طبعا ما تقل أهمية عن الفئة الأولى اللي هي الطلبة المبصرين. اخترنا الطلبة المكفوفين لما عرفنا أن الصج في مشكلة قائمة، يعني سوينا مجموعة مركزة وكلمنا الطلبة المكفوفين كلهم اشتركوا في نقطة أن ما في عدد من الطلبة يتطوعون عشان يساعدونهم، فقررنا ان احنا يعني بما ان بعد الطلبه المبصرين هم اقرب شريحه حق الطلبه المكفوفين، فحاولنا ان احنا نربط وحاولنا ان احنا نخلي الطلبه المبصرين نوعيهم اكثر، نخليهم ان يساعدونهم. حلو ممتاز. مريم يعني حمله بهالحجم، حمله تستهدف هالفئه اللي يعني هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، ما نقدر نغفل عن اهميتهم ووجودهم معنا، لازم في فعاليات، لازم في أنشطة راح تكون أكيد مقامة تحت ظل هذه الحملة، كلمينا عن فعالياتكم. فضل الله اليوم تنطلق أول فعالية لنا اليوم الساعة 11 بالتحديد في بهو كلية الأدب جامعة البحرين، في فعالية اسمها نتحداك، احنا نستهدف فيها الطلبة المبصرين، نعطيهم تحديات معينة إنه لازم يسوونه وهم مغطين عينهم كامل. انزين فعقب التحدي إذا سووه وقدروا يسوونه من خلال هاي التحدي نقدر نخليهم يحسون بإخوانهم المكفوفين شلون إن هم يمارسون حياتهم الجامعية كل يوم. فيعني مثلاً روح حق السكشن الفلاني، روح شعبة ذوي الإعاقة، إذا قدروا يسوونها نعطيهم جوائز بس عشان نحفزهم حق التطوع. حلو نوف، سمعنا بعد إن تعاونتوا مع صاحب مكة ولا كوفي شوب، سويتوا منيو خاص بلغة برايل، خبرينا عن هذه وشنو كانت ردة فعل صاحب المكتب؟ احنا في البداية لما تواصلنا وياه اول شيء اوجه تحية للاستاذ محمد الهاشمي صاحب مارلو كافيه. بداية احنا احلى شوكليت في البحر. احنا لما تواصلنا وياه كنا يعني متوقعين نوع الدعم يا يكون مادي او يكون على شكل مثلا كوبونات تخفيضات او الى اخره. هو قنعنا ما قنعنا، هو اللي اقترح الفكرة علينا وقال إذا كانت مناسبة. مباشرة كلمت الطلبة المكفوفين واستنسوا على الفكرة وتمنى وإن نطبقها في مطاعم الجامعة لأن الفكرة جدا مفيدة. يعني جميل جميل جدا. مريم، غير محمد الهاشمي من الجهات الأخرى الداعمة والمتعاونة معاكم أكيد في هذه الحملة؟ أول شيء قبل ما تتكون حتى حملة عين وعون أحب أشكر الأستاذ طارق نعمة والأستاذ عبد اللطيف منصور، وهم المسؤولين عن شعبة ذوي الإعاقة بجامعة البحرين. كل جامعة البحرين أكيد يعني متفقة على أن هم رمز للعطاء في الجامعة، ما شاء الله عليهم يساعدون الكل ما يبخلون حتى على الطلبة المبصرين. فأول شيء حابة أشكرهم وأوجه لهم تحية. ثاني شيء حابة أشكر الرعاة اللي دعمونا في هاي الحملة، رعاة البرونزيين اللي هم أب هاوس وحسين وهوميز، والرعاة الذهبيين مارلو كافيه وفريدم، هم ساعدونا وايد، غير الرعاة اللي قدموا لنا دعم من خلال الكوبونات، وبعد الجمهور نفسه اللي احنا نتعامل معاهم يعطونا الدعم المعنوي ما قصروا ويانا، هاي بروحها حافز عشان احنا نكمل. يمكن نوف ساعات اشياء بسيطه يكون تاثيرها كبير، يمكن احنا ما نحس فيها. من خلال احتكاككم بالمكفوفين خلال الفتره الماضيه، شنو يمكن النقاط المتفق عليها من قبل يمكن الاغلبيه في الصعوبات اللي يواجهونها في الجامعه تحديدا؟ بالنسبه للصعوبات لما بيدرسون من الكتب يعانون شوي مشكله، لان الكتب لازم تتحول الى سوفت كوبي. يعني نرجع حق النقطة الأولية إن لازم يكون متطوعين عشان يسوون لهم هاي الشيء. حلو. مريم، شنو الغاية اللي سعيتوا لتحقيقها من خلال الحملة؟ أو حتى بما أن اليوم راح تنطلق أولى الفعاليات، لما أنتوا أعلنتوا عن هذه الحملة شلون كانت ردود الأفعال؟ الطلبة حوالينكم، الدكاترة، الإدارة؟ أول شيء الفكرة عجبت الكل، واحنا استهدفنا هاي الفئه وايد، يعني الناس وايد ساعدت ويانا وقاعده تعطينا افكار، بس احنا في احنا الغايه الاولى اول شيء ان احنا نوعي الناس باهميه مساعده الطلبه المكفوفين، فاحنا هدفنا الاساسي ان نوعيهم ونشجعهم على التطوع. حلو. ثاني شيء احنا هدفنا ان احنا نشجع الطلبه المكفوفين ان هم يعتمدون على نفسهم، شلون بان احنا نسهل حياتهم الجامعيه، فان شاء الله باذن الله ان احنا نسوي لهم ارقام السكاشن والكتب بلغه برايل عشان هم يبتدون يعتمدون على نفسهم.
حلو. نوف، قبل أن نختم معاكم، في العديد من الحملات والمبادرات اللي يقومون فيها طلبة جامعة البحرين. أكيد. تحديداً شنو دور الجامعة في دعم مثل هذه الحملات؟ هل يكونون معاكم أول بأول، يقدمون لكم تسهيلات؟ أكيد طبعاً يقدمون لنا تسهيلات ويشجعونا، وإحنا بعد بنسوي إن شاء الله أبليكيشن حق المكفوفين لأول مرة، لأن إحنا ما نضمن مثلاً أن تطوع الطلبة، إحنا نبي شيء مضمون. صح. فحتى الجامعة إن شاء الله بتساعدنا على هاي الأبليكيشن إن إحنا نوفره، وطبعاً يعني تساهم ويانا وتشجعنا. نوف ومريم، يعني نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق سواء في الحاملة أو في دراساتكم. مشكورين على وجودكم معنا. استضافتكم مبروحة لنا أكبر دعم. مشكورين. شكراً على الدعم. شكراً لكم. شكراً مشاهدينا. راح أنتقل للمطبخ ونشوف الخطوة الثانية من طبقنا لليوم. مشكورين، يعطيكم العافية. أساس من بعيد أنت تكونين واقفين. أنا اللي قصير. يعني أنت حسبت حسابي معاي. إيه لا. صدق ترى بساعدك ها. إيه لا. يعني هو يابها لأن صدق فكر فيني. شيف شنو سويت من وراي؟ ما سويت شيء صدقيني. لا الربيون تغير شكله. أي طبعًا مثل ما إحنا قلنا بساعة. راح أقدم الربيان على طريقتين. راح يكون الربيان اللي هو ستايل، الربيان التمبورا طبعًا بدون البخصمات مالته. أي. والربيان العادي، الربيان بطريقته المقوس. فهني قدامنا انا اوريدي حاط قلايتين. ايه واحده منهم راح ننزل فيها الربيان زيت العادي. زيت زيتون ولا زيت ذرة؟ زيت زيتون. زيت زيتون. واللي يقول لك انه والله ان زيت زيتون ما يقلون فيها، غلط غلط غلط. هاي صح 100% غلط. طبعا زيت الزيتون اذا يوصل الى درجه حراره انها تحترق هني ما راح تكون زينه، بس انها تستخدمونها في الاكل بشكل عادي هالشكل بيكون نورمال. شف في ناس يستخدمون السبري زيت الزيتون، طريقة السبري يصير إنه من باب إنه أخاف أو صحي أكثر يصير. كل شيء ممكن، بس إنه شنو السبري عادة يعني إذا تبين تستخدمينه حق مثلا خلنا نقول عادة أشياء بسيطة يعني أنت تبين تحطين مجرد تسخين حق هذه اوكي، بس حق اللي بس حق البان حق القلاي وهالسوالف يعني اذا شيء شالو خفيف اوكي، بس اذا شيء ثقيل ما بيفيد أوكي. فراح تشوفين انه راح يجف بسرعه ويحترق. صح. فهذه فمفروض انا هناك صح. هذه زعلانه مني شكلها. لا كاكا الحين ترى بعدي كذي زين، خلنا احنا ننزل هنا. شوفوا قفشتي. اوكي زين، عندك هذه نزليهم واحده ورا الثانيه داخل، بس حاسبي واحده ورا الثانيه. اي نعم. طبعا حق هذه الاكله لازم نطبخها على درجه حراره متوسطه، لان احنا هني راح ننزل وياها الجارليك. اوكي. وانا هني في ناس تحب تحط الجارليك من البدايه تسخن الجارليك، انا احط الجارليك على جنب بهذا الشكل واخليه. انا احب كذي اشوف البان في وايد اشياء. بالضبط. فهذه راح طبعا تعطي حق الزيت طعم، وفي نفس الوقت ما راح يكون شيء ثقيل انه ياثر على الفاينل برودكت. الربيان شيف بسرعة يستوي. الربيان إيه، الربيان يستوي بشكل سريع، لكنه يعني شنو في ناس ممكن تخليه يفكرون إنه يصير ولدان. في أشياء تقدرين تأكلينها حتى لو كانت مو مطبوخة، والربيان واحدة منها. في لأن ناس تأكل رو يعني الأكل رو. عندك أكبر دليل. بس أنا ما أحب رو. أحب يكون كوك. على حسبها يعني أنا مثلاً في السوشي ما أكل ربيان رو، لكن أقدر أكل السلمون. سلمون مع أوتونا أو هاي مطبوخ. إيه على فكرة أنا. كان في بالي ان ابدل اسوي لكم سوشي، بس لا بالعكس انا احس هاي الطبق يعني من عقب طبق امس. لحظه الحين شوي بدا يطلع ريحه الهاي الثوم. هني لما شفتي انه بدت هاي بس تقلبين الثوم على اساس يتغير شوي لونه. اذا حسيتي انه يحتاج الى زيت ضيفي زيت. طبعا شيف مهدي طاهري كلش مو مال دايت، كلش مو مال دايت. من الحين انا اقول لكم احذروا احذروا.
اوكي اول ما شفتي انه خلاص هاي الثوم بدا يصير ثقيل هني تشوفين شوي شوي يتغير لونه اوكي يلا سوي كذي لا خوف حدي واسوي لك كذي اكثر اخوف نزلي تحت زين ودزيه وسحبي ورا بس على ولما تسحبين يبي يدك على فوق لا اخاف يلا اكسر لا يا جماعه البان ثقيل في خطر في خطوره اذا سويت كذي لازم لازم لا ما شاء الله عليك اعطيك تريننج وشو بعد يعني فوق انك طبخ شو لا انت قلت شغله قلت شف طاهري كلش مو مال دايت كلش مو مال دايت اول شيء يعني هو مو لازم ناكل كل ذي الربيان حبتين ثلاث ينافي صح ذوق لا تاكل لا ترى هاي الاكله ترى سوبر هيلثي هاي غير عن الهاي انا يعني مو مال الدايت في مثلا الستيكس والبرجرز والاشياء لما يجون يشوفون الجوسينس الماء اللي طالع منه هالاشياء هني يختلف غير بس حق هذه الاكله ايه اتس سوبر هيلثي اند سوبر تيستي اند جارليكي انا حطيت لكم وايد جارليك على فكره ريحته طيبه لحظي الحين هذه شوفي قاعده تنطبخ زين ايه هاي حق شنو بعدين ولكن ما زالت شوف هذه حق شنو ما زالت سيده لكن هذه شوفوها شلون صارت دائريه هذه حق شنو هذه زعتر اي بس حق شنو متى بنستعمله هذه الحين اوكي طبعا اول ما شفتوا ان الربيانه زين ان الربيانه صارت بهذا اللون اللي هو اللون الوردي قام خلاص يتغير لونه هنا معناته ان شو اسمه صار تقريبا 75% مطبوخ باقي له دقيقتين ويكون كامل جاهز اذا صار كذي اذا صار كذي ففي هالوقت انا يلا انا اخلي على اللي عندي انت خلي عندك نحط ايوه هذه طبعا بقدونس ايش فيهم كنترول شيف ايش فيهم بس 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 ايش فيهم ترى ندش مطبخ يا جماعه ندش مطبخ اوكي هذا البقدونس راح نضيف عليها شويه ليمون اوكي زين والتشيلي فليك الحين هذه سالتيني شلون هذه تمسكينها من فوق وتسحبين يدك على تحت شوفي شلون لازم العكس صح بالعكس نزليها زين دقيقه انا بختار واحده من فوق انزل على تحت دمشت والله بعد ولا احس بعد خلي تبين كل ما تحطين كل ما يصير الفليفر اقوى هاي طبعا هو الروزماري روزماري يسمونه شيء جبل اكليل الجبل اكليل الجبل شيء جبل طبعا ما ادري شلون ماكل الجبل بس اكليل الجبل اكليل يلا مو اوكي الحين اخر شيء عندنا الملح والفلفل شوف هاي اللي عندنا يعتبر ابيتايزر ولا يعتبر مين؟ هاي طبعا بيكون مين كورس بس انت تقدرين تقدمينها على سلطة، تقدرين تقدمينها على باستا، تقدرين تقدمينها على شو اسمه؟ تقدمينها عادي بشكل طبيعي. اوكي. طبعا انا اليوم بحطها لكم على سلطة. حلو. اوكي؟ الحين اللي نسويه نطفي النار، خلاص هاي يعتبر جاهز. انزين؟ واخر شيء شيف مهدي مو هيلثي يقط لكم زبده كامله داخل بس وايد يدلع الطبق شيف مهدي دلع على الاخر ناحيه الاعشاب الملح حبيت انا طريقتك وانت ترش الملح شيف مجرد سؤال يصير مثلا ناكل هذه الربيان مع براون رايس او ستيم رايس كسايد هذه يعتبر مثل ما يقولون فريندلي او صاحب اي طبق اي طبق ثاني اي طبق حلو حتى تقدرون تسوينه ساندويتش تقدرون تسوينه تاكو أوه تقدرون صح. تاكو ساندويتش يعني انا كان في بالي انه ممكن اقدمه لكم مع اللوف الله اي بس قلت لا بالسلطة يطلع شكليا احلى يطلع شكليا احلى شمي ريحته شوف شوف
شوف شوف الناس كل واحد يعاني كل واحد الحين قاعد يطالع يعني احنا شوف بنرجع لك بعد شويه بنشوف شكل الطبق النهائي اكيد شاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم مع الزميله جمان الذواري في فقره الديكور انا عندي ما في احلى من هالديكور صباحكم الله بالخير مشاهدين برنامج شمس البحرين غرفة المعيشة هي المحور الأساسي في المنزل ودائما يكون الاهتمام فيها خاص لأنها الأكثر استخداما بشكل عام في البيت ففيها يكون ملتقى العائلة وأحيانا ممكن نستقبل فيها الضيوف وأكيد هي مكان للاسترخاء بشكل عام فمن الضروري أن احنا نوفر عامل الراحة في هذا الحيز ونهتم بالديكور والأثاث اليوم ضيفي راح يزودنا بالمعلومات الثرية اللي بتخدم كل المقبلين على تأثيث أو تغيير ستايل غرفة المعيشة في المنزل فادي عويضة صباحك الله بالخير صباح الخير مرحبا. عليك جمعنا على كل المشاهدين يا هلا ومرحبا طبعا احنا بنتكلم اليوم عن غرفة المعيشة وحددنا موضوعنا عن غرفة المعيشة أو مثل ما نقول احنا بلهجتنا العامية الصالة اللي انكم متواجدين فيها بشكل عام انت خبرتني ان احنا وايد مهم ان احنا نهتم بالتنسيق وتصميم وتأثيث هذه الغرفة ابي اعرف ليش مهم جدا ان احنا نهتم فيها اول شيء غرفة المعيشة هي المكان اللي تجتمع فيه العائلة صحيح محل ما بيكون مثلاً تي في وهاي هاي المكان كتير ضروري أنه يكون مريح والاختيار الصحيح للفرنتشر على أساس أنه العائلة الأب والأم الأطفال أو الأولاد أو اللي بيزوروا الناس الكلوز على العائلة اللي بيزوروها على أساس أنه تكون هاي مريحة وتكون يعني more flexibility للكل يقدر يتحرك فيها حلو لو بنتكلم عن الستايلات يعني طبعا يعني مجال الديكور دائما متطور في تطور مستمر وكل يوم نشوف شيء يمكن جديد مواسم مختلفة لو بنتكلم عن الستايلات الدارجة في هذه الموسم بالنسبة حق الستايلات إن كان أثاث أو التصميم بشكل عام لغرفة المعيشة هلا خصوصي هاي كتير موضوع كبير احنا بنعطي شوي المختصر لغرفة المعيشة مثل ما قلنا لازم نختار الجلسة المريحة أوكي هلأ بالنسبة للستايلات كل واحد حسب أذواق هي بتختلف أذواق من شخص لآخر أكيد طبعا بس المتعارف عليه في غرفة المعيشة إذا كانت كبيرة ممكن نخلي شي يعود بس إذا كانت مثلا شي صغير نختار شي يكون مناسب ومريح في نفس الوقت حلو. حتى والأكثر متعارف عليها للمودرن أضبط للليفينج روم أساس إنه إذا كان النيو كلاسيك أو الكونتمبرري شوي بياخذ مساحات أكبر فمفضل ال شيب صوفا أو اليو شيب صوفا حلو أنت ذكرت المودرن النيو كلاسيك أبي أتكلم شوي أكثر عنهم يعني شنو الفرق ما بين الستايلات هذه هلا الستايل الدارج حاليا عندنا بالبحرين إنه النيو كلاسيك اللي هو الكونتمبرري بس هذا شوي بده مساحات أكبر ممكن تستعمليه في غرفة الضيوف يعني شوي مش مريح لغرفة المعيشة لأنه في غرفة المعيشة بيكون في تلفزيون فبيكون تجمع العائلة أكبر فهي شوي الكونتمبرري بيكون مقسم 3 سيتر 2 سيتر 1 1 شوي في مساحات وبيقتل المساحات إذا كانت الصالة صغيرة فإحنا مفضل دائماً كانتيريور ديزاينر ناخد الـ L-shape أو الـ U-shape حلو طبعاً إذا أنا اليوم أبي أقبل إلى على تأثيث غرفة المعيشة أنا عندي خيارين يا أما أن أنا بنجح أو أن أنا بفشل إذا أنا إن شاء الله يعني بس في بعض الأخطاء اللي ممكن يرتكبونها بعض الأشخاص اللي يأثثون البيت بحيث أنه ممكن يضيفون بعض الإضافات اللي ممكن تسبب تشويش ممكن تكون مو في مكانها صح. المناسب أبي أعرف يعني أبيك تعرف الناس على أكثر القطع الأساسية شنو هي القطع الأساسية اللي لازم تكون موجودة هلا إذا كان بلشنا من شقة جديدة أو من بيت جديد دائما في الصالة نختار أول شيء الجلسة في ناس تعمل أغلاط تختار الستائر قبل أو الإضاءات بعدين على الاختيارات اللي في السوق المتوفرة ممكن يتغلب ما يلاقي شيء ممكن صح. يرجع يغير مرة تانية الستائر يغير الإضاءات بيكون هاي غلط من الأغلاط اللي هو يعني شيوعيا في الوقت الحالي يعني حسب ما نحن we're facing this problem فأنا أفضل أول شيء القطعة الرئيسية في المعيشة تكون الجلسة بعدين نبتدي في الستائر بعدين نبتدي في الطاولات بعدين نبتدي في الوال بيبر البينت يعني أهم شيء أول شيء نختار الجلسة وبعدين ننطلق من هاي النقطة حلو طبعاً يعني ممكن المساحة هي من أكثر يعني العوامل أو العناصر اللي ممكن تحدد اختياراتي أنا كشخص إذا كانت المساحة شوي ضيقة
بنحاول ناخذ شوي طاولات اللي في الوسط مثلا تكون بشكل طولي مش مربعه، اساس انه الناس تقدر تتحرك، اللي في البيت يقدروا يتحركوا ويكونوا اكسس. طبعا في كثير شغلات تتضمن لهي الموضوع. حلو، يعني انا بتكلم شوي عن المساحه. طبعا. يعني يا بيكون عندي خيار ان انا يكون حجم البيت بشكل عام كبير او حجم البيت بيكون صغير، ونفس الشيء بالنسبه حق غرفه المعيشه. الشخص شلون ممكن يختار الاثاث المناسب حق حجم الغرفه المعيشه بشكل عام؟ اذا كان كبيرة. اذا كانت كبيره شلون ممكن يتصرف، واذا كانت صغيره شلون ممكن يتصرف؟ نبلش في هاي شقين، في الكبيره، خلينا نبلش بالكبيره. هلا الكبيره بيكون متعرف عليه بيت او فيلا. صح. طبعا في الليفينج روم دائما الناس بتختار الليفينج روم اللي بيطل على السويمينج بول او اللي بيطل على الجاردن، فبيكون دائما فيها اكسس سلايدنج دور او باب يطل على الجاردنز او على البول. هاي طبعا ممكن نختار فيها لانه مساحه كبيره، ممكن تكون فيها يو شيب صوفا. أوكي. ويكون دائما اكسس فري اللي بتوين تي في يونت. ممكن نخلي بيج كاربت تو تيبلز بالوسط اذا كانت المساحه حوض، نحن عم نحكي عن فيلا، ويكون الاكسس فري للجاردن للسويمينج بول. حلو. اما بالنسبه لمثلا المساحه الضيقه بتكون صغيره، مثلا الجلسه تكون مش كتير بالكي، ونتجنب النيو كلاسيك لانه بيقتل المساحه اذا كانت مساحه شقه مثلا ضيقه او في الطول. نختار الطاولات اللي بتكون طويله ما تكون مربعه. مثلا تي في يونت ممكن ما نشتري التي في يونت اللي بتكون على الارض، يعني نكتفي انه نخلي التي في يونتس معلق على الطوفه بشكل مرتب، الكابلز ما يبين، مع شلف يعني يكون خفيف. حلو، يعني انت تكلمت عن السجاده، يعني ايضا بالنسبه حق اذا كانت عندي المساحه كبيره اعتمد انه انا اخذ السجاده اللي تكون كبيره. اذا ما حصلها اغلبها يعني ممكن نحصلها، او ممكن نخلي تنتين جوينت توجذر اذا ما حصلنا بالسوق قطعه كبيره، وتكون احلى تكون تحت الجلسه وطبعا فوق الطاولات تكون. حلو. في البيوت او غرفه المعيشه اللي تكون فيها المساحه كبيره، في انا قريت ان الافضل ان احنا نقسمها الى اركان وزوايا معينه. صح. ممكن تعطينا فكره شنو ممكن الاركان او الزوايا اللي ممكن تكون موجوده في غرفه المعيشه اللي تكون مساحتها شوي كبيره؟ هلا اذا كانت غرفه كبيره في مساحات ممكن نخلي كورنر للريدنج كورنر. مثلا كان عندك ضيوف اجاك تليفون ما بدك تطلع لصاله ثانيه تتكلمي، ممكن حتى الضيف اجا تليفون ممكن يروح يقعد في هاي الكورنر يقدر ياخذ التليفون تبعه. ممكن إذا كان عندك حدا مثلا حابب يقعد مع الجماعة أو الضيوف اللي عندك أو مع العائلة يدرس في هاي الزاوية، فبناخد كورنر من الكورنرز شوي بعيدة عن الضجة، مع نايس لايتنج، مع تيبل تشيرز، يعني كومفورتبل تشير بيكون. حلو. يعني الحين احنا دشينا في موسم الشتاء، الحين الجو تعدل وازدانت الاجواء بشكل عام. يمكن يعني في ناس يحبون انهم يغيرون في المواسم، يحبون يحطون الستايل الشتوي او الستايل الصيفي، شلون ممكن ان انا الحين اغير ستايل غرفه المعيشه اللي انا قاعده فيها ببعض اللمسات البسيطه اللي ما تكون يعني تكون اقتصاديه ما تكون مكلفه؟ طبعا هلا في شيء دارج. طبعا اول شيء اذا بدنا نبلش في الجلسه ممكن نخلي ثرو، نغير في الكوشنات نخليها فارو مثلا، او نخلي شيء ديزاين صوف لنعطي هاي الاتموسفير، نخلي شويه كاندلز على التابل. وهلا في شيء جديد طلع مثلا ممكن نشتري اللي هو الفاير بليس، بيكون بيعطيك اضاءه، بيعطيك بيوحي لك انه فاير بليس اتس وينتر تايم، فهي حلو تغيير بين الصيف والشتوي، يعني بيعطي حياه شوي كمان. حلو. للموضوع. حلو فادي، يعني يمكن في النهايه ابيك تقول نصايح حق الناس اللي مقبلين اليوم بياثثون غرفه المعيشه بشكل عام، هل في اشياء ممكن انهم يجتنبونها، يعني اشياء لابد انهم ما يقعون فيها كاخطاء، واشياء ثانيه يركزون عليها على اساس انه يكون التنسيق والتصميم وغرفه المعيشه تكون مريحه وحلوه؟ هلا اهم شيء للمقبل على فرش بيت او شقه، اهم شيء يتفقوا الزوجين على بادجت معينه لحتى يكونوا مرتاحين لما يكونوا يطلعوا يتسوقوا. اذا ما كان عندهم انتيريو ديزاينر ممكن ذا كان جو ثرو ذا انترنت يختاروا الشغلات هاي، اذا ما حصلوا بالسوق ممكن يعملوها كاستم ميد مثلا، بس اهم شيء البادجت، اساس من خلال البادجت حتى لو كان معك انتيريو ديزاينر تقدر تساعديه يقدر ينفذ لك الشغلات هاي بالبادجت تبعتك. حلو. فاغلب الناس تقريبا بكون مثلا بده يفرش هاي، بده يعمل ديزاين، بده يعمل شيء حلو هاي، بس ما بيعرف شو البادجت، فهو كمان يعني مثل ما بتقول بيوهق حاله وبيوهق اللي بيشتغل معه. فاحسن شيء البادجت، يو بوت ذا بادجت، بعدين من هاي النقطه بننطلق منها لشراء المفروشات. حلو. يعني طبعا فادي انا استمتعت بحديثي معك، يعطيك الف عافيه، وان شاء الله نشوفك المرات الجايه نتكلم فيها عن مواضيع ثانيه. الله يعافيك يا رب. تسلمي. يعطيك العافيه. انا جبت لكم هديه لك. يعطيك العافيه. شكرا. ولشيماء واستاذ بدر ان شاء الله تسلمهم بعد شوي. حياتي. ما في مشكله. يلا حياك. طبعا بدر ما يزعل علينا حبيب. ثانك يو سو ماتش.
السلام عليكم. صباح الخير. صبح الخير سماء، كيف اخبارك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ الله يسلمك. ان شاء الله يسلمك. تسلم. ثانك يو سو ماتش. سريع سريع خليك تسلمي. ان شاء الله تحبوها مارلين مونرو يعني البنات بحبوها. شكرا لك. يلا يعطيكم العافيه. الله يعافيك. شكرا شيماء. ايه قول تفضل. اصعب سؤال وايد الناس يواجهونه، انت بتشوفين انا ما شفته الصراحه. ببطل. الله حبيت الالوان. اليوم انا بشرب قهوه العصر مالتي وبحطها على شو اسمه. انا بعد صار خاطر اشوف البيلو كفر مالتي. لحظه ها انا مارلين مونرو. ما قصر الله. ثانك يو سو ماتش. هذا على حق الاستوديو مو بحق حقي حق بيتي حق صالتي. ما قصر انا الله عليك. يمكن وايد ناس شيماء يكون في عندهم سؤال صعب اللي هو شنو طموحك؟ يعني وقتها قاعد يفكر ما يوصل حق شيء وهالشيء يمكن يعور القلب، ان الواحد ما يعرف شنو هو طموحه او ما يعرف شنو يبي. صح؟ بالضبط. لا اليوم ان شاء الله احنا نعرف. نعم. او بنعرف يعني. طبعا جميل مشاهدينا ان يكون لنا طموح نسعى ونجتهد في تحقيقه، والاجمل شلون نقدر نحن نصنع طموحنا بالصوره الملائمه. اليوم كل هذه الامور راح نتعرف عليها مع استشارية موارد البشريه وتطوير المؤسسات الاستاذه ندى المشقاف. صباح الخير استاذه. حياك الله. شلونك؟ الله يسلمك. صباح الخير. شلونك؟ يا هلا فيك. الحمد لله الله يسلمك. اول شيء شنو هو الطموح؟ شنو نقصد احنا بالطموح؟ هل هو محدد ولا في لاشكال عده اشكال؟ اولا صباح الخير عليكم على جميع المشاهدين. طبعا الطموح هو هدف في النهايه، هدف محدد يتمنى الانسان انه يوصل له. طبعا الهدف هو بعيد او مثل ما نقول احنا عالي، عشان كذي يطمح. شلون يوصل له؟ طبعا في طرق، وهو يعتمد على عده امور، عده عوامل، يعتمد على طبيعه الفرد، على المجتمع، اصراره بالضبط. امور كثيره. بس دائما استاذه يعني مفهوم الطموح مرتبط بالعمل. صحيح. فشنو السبب؟ هو يمكن سابقا كان دائما احنا نقول انه واحد لازم يطمح انه يوصل لمستوى معين او مثل ما نقول بوزيشن معين في العمل. ولكن خليني اقول ان هذه المصطلح شوي قديم، لان الحين الطموح الانسان ممكن يطمح انه يرتقي في مستوى الشخصي الاجتماعي، انه يكون مؤثر اجتماعيا، ممكن يكون يطمح انه يوصل لهدف ينجز فيه اشياء للمجتمع او له كفرد. اوكي، وهذا يعتبر طموح ايضا، مو شرط انه في مجال العمل، خصوصا ان احنا الحين نشوف ان العمل في العمل الوظيفي تبع انه يكون واحد مثل ما نقول فول تايم او انه يكون فريلانس يشتغل بروحه كانتربرنور. فصار الحين متشعب وواسع الموضوع. اذا نتكلم عن البيئه المحيطه او الناس اللي دار مدار الشخص اللي يبي يحقق طموح، يعني مثلا انا بحقق طموح معين، ايش كثر البيئه والناس اللي حولي ممكن يأثرون على تحقيقي من عدم تحقيقي؟ جدا احنا بطبيعتنا اي انسان يؤثر ويتأثر بالبيئة المحيطة. بالضبط. دائما احنا نعطي وناخذ ونتأثر من الاشخاص، من المستوى المعيشي المجتمعي الاقتصادي، هذه كلها الاشياء تأثر فينا احنا هني، وذكاء الفرد شلون يأثر فيه ايجابا ولا سلبا. فطبيعة الحال احنا لازم نعرف احنا شلون طموحنا، هل يتوافق مع المجتمع، هل يتوافق مع الظروف الشخصية، الظروف الاقتصادية. هني يكون الطموح او الهدف اللي نبي نوصل لواقعي او غير واقعي، لان في نهاية المطاف احنا لازم يكون طموحنا واقعي، لازم يكون نقدر ننجزه بمنظور واقعي ويفيدنا ويفيد المجتمع ايضا. مو بحلم. هو حلم في النهاية، بس لازم يكون متوافق. ممكن يكون مثلا حلم صعب إنجازه في فترة معينة، بعد سنتين يكون سهل. في مؤثرات ثانية مثل الذكاء، التربية، يعني مثلا إحنا عندنا في البيت دائما كانوا يسولفون ويانا، والله جد من وإحنا صغار يعني دائما كانوا مثلا يسولفون معنا سوالف أكبر من عمرنا، فخلاص أحس هالشيء لأنه يعني من واحنا صغار انزرع فينا. صحيح. فهي صارت عندنا ثقافة في البيت. فهل الذكاء ممكن يأثر؟ التربية ممكن تأثر؟ غير العوامل الخارجية اللي ذكرها بدر.
مثل ما قلتي هذه الأمور تأثر، هذه يسمونها خلينا نقول ذكاء عاطفي أكثر من إن ذكاء مثل ما نقول إحنا emotional intelligence، مو الاي كيو الاي كيو. لأنه أنا اكتشفت من أيام المدرسة، يعني إذا بتذكر المرحلة الإعدادية والثانوية كانوا معنا في الصف طالبات يعني ذكية في الرياضيات وذكية في العلوم. يمكن أنا ما كنت أحب الرياضيات بس أنا تفوقت عليها في أشياء، وهي يمكن ما تحب مواد، فاكتشفت أن حتى الميول الدراسية ما تحدد طموح ونجاح الإنسان. بالمرة بالمرة الطموح الدراسي هذا شيء ثاني آخر، يعني هذه إحنا اعتمدنا عليه أو الشائع أنه صار متعلق بالذكاء، ولكن في شيء اسمه مثل ما قلت الحين أنه في شيء اسمه الذكاء العاطفي. هذا الذكاء العاطفي إحنا مهارة نقدر نطورها على مدى سنوات عفواً ونقدر نمارسها. أما الذكاء اللي الإنسان ينولد فيه هذا ما نقدر نغيره. في ناس أذكياء مثل ما تفضلتي في مادة الرياضيات، في مواد أخرى، في أشياء معينة، هذا إحنا ما نقدر نغيره. ولكن الذكاء العاطفي اللي ينمي مهاراتنا ويساعدنا على تحقيق الطموح، هذا هو اللي إحنا نقدر نسيطر عليه ونقدر ننميه مع مرور الزمن يعني. وفيدنا. أنا عندي مثلاً طموح معين أبي أوصله، شلون أقدر أوصله؟ شنو الأشياء اللي ضروري أركز عليها؟ وشنو الأشياء اللي أتجنبها؟ أوكي. مهم قبل ما أنت تقول عندك طموح تعرف إن أنت شنو شغفك في الحياة. الطموح هو الشغف، إنه يكون عندك شغف ولا لا. شنو أنت شغوف فيه؟ شنو اللي يحفزك في الحياة؟ شنو أنت تبي توصل له؟ وعشان أنت تعرف إن شنو شغفك في الحياة، شنو اللي قاعد يحفزك وليش تبي تسوي، مثل ما نقول إحنا الواي، لماذا؟ لازم يكون عندك هدف سامي أنت تبي تسوي هذا الشيء. ومو شرط إنه يكون الهدف يعني وظيفي، ممكن يكون فردي شخصي. ليش تبي تسوي؟ حتى على الصعيد الشخصي، على كمثال شخص يبي يوصل لوزن معين، أوكي، هل لأن الأفراد اللي معاه هم كلهم في هالترند يبون يوصلون لوزن معين، والله يكون عندهم شكل معين، والله أنت تبي تسويه حق جانب صحي، يعني تبي تشوف روحك بصحة جيدة على المدى الطويل. هاي بعد مهم للترند أو الموضة، لأن صج فترة الأخيرة أنا لاحظت يعني موضة اللي الكل يبي يصير سكيني، موضة الكل يبي يصير عنده بزنس بروحه. بالضبط. فأنا عندي سؤال لك، يعني ما أدري من فترة بسيطة أتذكر أقل من سنة هاي السؤال أنا طرحته كذي لا شعوريا في السناب، الطموح لا علاقة بالطمع؟ إن أنت كل ما زاد طموحك هل هاي طبيعي ولا معناته أنت طماع؟ هو ما له علاقة. إن الإنسان طمع طبيعي، إن الإنسان يعني يحب ويكون عنده أشياء أكثر، ولكن مثل ما تفضلتي أنت قلتي إن الطمع عادة إحنا نربطه بشيء سلبي. شيء سلبي بالضبط. دائما كذي، ولكن إن أنت تطمح أكثر إنزين وتطور نفسك أكثر وإن تبي تنجز وتفيد غيرك، هذه لا ما له علاقة بالطمع. ممكن أنت يكون عندك شغف أكثر، عندك حماس، عندك تحفيز أكثر، ولكن إن الطمع يصير يعني مرتبط بالجشع، إن أنت تبي شيء ما تحتاجه، ما راح يفيدك، ولكن انت تبيه، هذا طبعا. كان سؤالي قريب من شيء ما بس بشكل ثاني، هل الوصول الى 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 طموحنا هو تحدي للذات ولا منافسه مع الاخرين؟ ولا على حسب الشخص نفسه وين يبي يوصل؟ صحيح، هو يعني مشابه انه هو مهم، عشان كذا انا ذكرت انه لازم يكون مرتبط بالشغف، الشغف الداخلي. هني يكون تحدي مع ذاته. يعني نشوف احنا هنا الحين مثلا في ناس وايد تبي تقلد، مثل ما تفضلت شيماء الحين انه وايد ناس تبي تقلد، هذا عنده بزنس يبي يسوي بزنس، هذا يبي يطلع من وظيفته يبي يطلع من وظيفته، فصار كله ترند. ولكن انت لما تعرف انت شنو تبي تسوي، شنو طموحك، شنو شغفك، شنو تقدر تبدع فيه، ممكن انت تبدع في وظيفتك، مو شرط يكون عندك بزنس اخر. يمكن انت تبي تبدع مثلا في ان تكون مؤثر اجتماعيا، مو شرط إنه يكون عندك مثلاً بزنس ودخل عليك مدخول كبير، فقط مؤثر اجتماعياً وتأثر في الأجيال القادمة، هذا طموح. ممكن صحيح، يعني يمكن الموضوع لمس عدة جوانب نفسية، جوانب عاطفية، جوانب بيئية، جوانب حتى في البيت. أنا بيتش في النهاية، يعني من إحنا وصلنا للختام، بس وصلين مثلاً نصيحة حق المقبلين على الحياة وقاعدين يشوفون إن في وايد ترندز وفي وايد ناس قاعدة تنجح، في نماذج الحين ناجحة بفضل وسائل التواصل الاجتماعي اللي خلتنا منفتحين على العالم بشكل أكبر. صحيح. أول
النصيحة اللي أقدر أقولها حق أي شخص مهما كان يعني فئة العمرية، إنه لازم تعرف شنو شغفك، أنت شنو تحب. اسأل نفسك ليش أبي أسوي هالشيء. أول ما تسوي هالشيء حتى لو مثلاً في تأثيرات يعني من الآخرين أو أشياء من المجتمع، أنت اسأل نفسك أنت تبي تسوي هذا الشيء ليش. راح يفيدك، راح يفيد المجتمع، راح يفيد الأفراد، حتى على المستوى الأسري راح يفيد الأسرة مثلاً. هذا الطموح هنا لازم تعرف أنت شنو تبي تسوي، شنو تبي تحقق. وعشان كذي إحنا يمكن يعني بنتهز الفرصة عشان أذكر إن إحنا راح نسوي سيمينار شلون تحقق أهدافك على سنة 2020 على المستوى الشخصي والمستوى الوظيفي. أنا مع المدرب الكوتش أحمد آل نوح، مشاه راح يكون في بداية سبتمبر في ديسمبر. إيه نعم. فراح يكون يعني فرصة كبداية إن تبدي السنة الجديدة عندك فكرة وشلون تخطط حقها وشلون أنت يكون عندك طموح وتحققه خلال سنة واحدة. جميل جدا، حلوة هذه الفكرة، خصوصا أن احنا مقبلين على سنة جديدة، فالواحد لازم يحقق طموحه من البداية. بالضبط، يكون عنده أوريدي خطة معينة شلون يبدي فيها، عشان مو يبدي تبدي السنة وخلاص الواحد يقول يعني لا الشهر الجاي ويأجل. توفيق إن شاء الله أستاذة نادا، مشكورة على وجودك ويانا اليوم، يعطيك العافية. أشكركم على الاستضافة. احنا قبل الختام بننتقل للمطبخ نشوف الشكل النهائي. يلا ننتقل للمطبخ. شكرا للأستاذة، يعطيك العافية. شكرا، ما قصرتي. شكرا، نشوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة. أنا الحين شميت ريحة الثوم، ما أدري شو اليوم مذاكر. ما شميت الحين الثوم بيفتح لك. طبعاً كم ربيانة راحت في بطن سويل؟ كل 30 ثانية واحدة تطير. أخاف ربع كيلو طار، نص كيلو، ربع من هنا. أنا جايب كيلوين، شوفي صار الحين يمكن ربع كيلو. أوه أخي القهر. ما عليه. فالحين جهز الربيان. جهز الربيان، الحين بس علينا نسوي البرزنتيشن. أوكي. طبعاً لأن عندنا ربيانين شكلين مختلفين، فحطينا طبقين. اللي أنا راح أسويه الحين أني راح أسوي على قولتهم الحركة اللي عجبتكم أمس، فراح نخلي طبق فوق وطبق تحت. أوكي. تبي نسوي سبيس؟ لا أوكي. الحين أول شيء طبعاً إحنا بنقدمه مع السلطة. أوكي. بنأخذ شوية سلطة ونزين الطبق بهذه الطريقة. أوكي. طب أنا أحب أقول إن أمس صار هجوم على المطبخ في آخر الحلقة. هجوم صار. عقب ما خلصت الحلقة ولا صح؟ أنتوا عندكم واحد يحب يأكل؟ دام مسكين. لا مسكين وعلي ما يحب الأكل. شوفتش نقاط وأكل. الحين شيماء عندك الربيان؟ إيه. على قولتهم ما تقدرين تغلطين في الموضوع. لا. زين. مفروض ما غلط في الموضوع. هذا الحين الصوص اللي إحنا بنحطه على السلطة. عبارة عن شنو؟ هاي طبعًا بيكون الإيطاليان. الإيطاليان. إيه. هذا الستاندر إيطاليان. طبعًا تقدرون تسوون وايد فليفرز مثل ما تبون، فينيغريت، بلسمك. بلسمك وايد أشياء فيه. فعلى قولتهم في هذه الطريقة ما تقدرون تغلطون. الحين زينيها بالطريقة اللي انت تحبينها. بتنشبه بهاي القفشة ولا اسهل صح؟ خلي هاي حق العادي وهذاك حق السبيشل. هذه احطها هني ولا هناك؟ هني. صفي واحدة هني واحدة هني، مثل ما قلت لك ما تقدرين تغلطين فيها. لا انا صراحة وزعيها واحدة، قطي واحدة هني قطي واحدة هناك. ها عادي يعني. احنا نشوف الصحن بس يتروالي هذاك. لا يبي له طريقة معينة. هذاك صح؟ ما ضبطه معي. كم ربيانة تقريبا؟ كل اللي موجود؟ لا راحتك. خل نحط كل اللي موجود عشان يطلع كنا أبيتايزر. لأن يتروالي ده شوي بيطلع. آخر شيء حطي فوقها الليمونة ذي. زين. أعطيها تاج جمالي. على حسب الرغبة. ذكر بدر. على حسب الرغبة. أنا مين وايد؟ فحم؟ صحن. الصحن شلون أفرجتي؟
ابي اشيل الجارليك وانزله القفشه. ايوه هي هاي الحركه هي الصح. هي الصح. ما تقدرين تغلطين فيها، في جميع الاحوال راح تطلع شكلها حلو. زين هذه طبعا الروبيان العاديه، شفتوا شلون؟ اضطر اخليه هناك. هذه الروبيان العاديه شوفوا شلون. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا اهلا. شنو هالمفاجاه؟ الريحه. هلا اخوي شلونك؟ هلا هلا. هديت شغلك؟ هتشوف ويت هجوم. الريحه الريحه اجبرتني. شنو هاي المفاجاه؟ بي لا في واحد هناك مات من القهر عليك. اليوم اخذ دورك اليوم. طبعا عرفكم على حسين ناصر فني فيديو عندنا مونتير. فني فيديو هد المونتاج ونزل. نطلع شوي في الصوره. تبي على الصوره ولا حق الربيان؟ لا حق الربيان. الربيان ايش رايك؟ والله شكله ممتاز بس اهم شيء الطعم. لا الطعم لا تعرف. يقول لك نص كيلو طار. لذيذ. بدون مجامله. اي والله بدون مجامله بس ما ابي اقول لذيذ هو لذيذ. طبعا هو كل يوم عقب ما تخلص الحلقه ينزل بس اليوم وايد وايد جاد. علي ما يخلي لي شيء انزل كل شيء مخلصه لي. ها تكوي. ما بخلي لك شيء اليوم انا. لا بس واضح انه عجيب. اي والله انه لذيذ. لها ما جرت. لا شنو هالمفاجاه؟ انا احب مصدومه بس كان عجيب. انا اسمع احد جاي شيء ايش السالفه؟ قول لهم لا تقول لهم خلونا ندش شيء بسكته. برزنتيشن اهم شيء. ها انت ذقت امس الكربونارا ولا لا؟ للاسف لا امس ما قدرت. للاسف لا بس اليوم قدرت. امس لود شوي في الحجوزات في المونتاج. كان عندك شغل بس اليوم في فتش. لا كان وراه غدا. اليوم في فتش. كان وراه غدا. حركت شيء ما. انا اليوم تشبت. انا اليوم كان عندي شيء فان رئيسي. هذه شكل النهائي حق الطبقين. يا سلام هاي ابي لها صوره حق الانستغرام. وين تليفونك؟ موجود. يلا تفضل الحين. لا انت المفروض ما تصور انستغرام تصور سناب تشوفوا انا وين واحنا لايف والكاميرات وكل شيء. على قولة هذاك طلعت في الاقمار الصناعيه. يعني لايف اليوم لايف مع الجماعه. والله بدر. والله لايف. مهدي اكرم جماعه كلهم شغالين ما شاء الله. وانا كنت شغاله نزلت. تسلم يدك شيف. بالعافيه بالعافيه بالعافيه. ونشوفكم ان شاء الله باكر. ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. لا انت مو مع السلامه. انت حياك.